بسألك يعني سؤال، يعني هل اتجاهات يمكن المرأة قد يؤثر على تواجد الرجل لا مثلا بالعكس في بيئة العمل؟ وأتكلم بالعكس الحين أتكلم معك عن القطاع العام، أو يقلص من الفرص اللي يمكن يعني توفر له؟ أبدا، زي ما قلت لك وجود المرأة وتمكينها راح يساهم في الناتج القومي بشكل كامل، راح الاستفادة أصلا أنت يعني من المعلوم أصلا الاستفادة من كل مورد راح يزيد في الدخل على مستوى الدولة بشكل كامل.